أهلا بيكم في كلية الآثار، المكان اللي هيربط لك الماضي بالحاضر. هنا هتبدأ رحلتك لاكتشاف تاريخ البشرية وتفاصيل هتعرفها لحضارات شكلت عالمنا النهاردة. أكتر حاجة بتميز كلية الآثار هي طلابها اللي دايماً بيكون عندهم شغف بالتاريخ وحب لاكتشاف أسرار الماضي، واللي هيعجبك أكتر إنك هتكون جزء من مجمع أكاديمي مليان بالحماس. السنة اللي فاتت كانت سنة مليانة إنجازات رائعة، منها كان لقاء تعريفي بمركز الابتكار وريادة الأعمال وحملة التبرع بالدم، وزيارتنا لمركز الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وزيارتنا لمستشفى الدمرداش. كل دي أعمال تطوعية جميلة، لكن الجميل برضو هو كم الزيارات اللي حصلت على مدار العام الدراسي اللي فات. زرنا معبد حتشبسوت في الأقصر وآثار المينيا، وزرنا اسكندرية والجيزة وسقارة ودهشور والفيوم وبورسعيد ومدينة تانيس بمحافظة الشرقية. كمان رحنا شارع المعز ومسجد أحمد بن طولون وجامع السلطان حسن. أما على مستوى المتاحف بقى، فزرنا المتحف المصري بالتحرير والمتحف المصري الكبير ومتحف الحفريات في الفيوم ومتحف الفن الحديث ومعهد الدراسات الفلكية. وحقيقي الدراسة كانت في غاية المتعة. في كلية الآثار بيتم تنظيم مجموعة من الندوات والورش والدورات التعليمية علشان نساعد الطلاب يكتسبوا وعي وخبرات جديدة، منها دورة ترميم المخطوطات، وندوة اتكلمنا فيها عن مخاطر الإدمان، وندوة تانية عن إيجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعي. ده غير إننا شاركنا في أول هاكثون بالمتحف المصري الكبير. كل ده كوم، وعلاقات الدكاترة بالطلاب كانت كوم تاني خالص. لأن في وسط الزحمة دي كلها من الأنشطة منسيناش اليوم الترفيهي اللي من خلاله الطلبة والدكاترة بيتعرفوا على بعض أكتر، وفي النهاية نتمنى لك وقت ممتع معانا. أهلا بيكم في كلية الأحلام، أهلا بيكم في كلية الآثار.